وجيت اليوم بشرف كبير باعتباري ولد حي تضامن ولد حي شعبي. يشرفني برشا 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 اني نكون مع ابناء وبنات الزهور. لا اله الا الله محمد رسول الله. تحيه كبيره برشا 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 للشباب هذوما اللي في وقت تونس كلها معبيه بالانتظاريه، الناس يقول قاعدين يستناو شنو باش يجيبوا لهم شنو باش يعملوا لهم. هالشباب هذوما خذوا المبادره وقرروا انهم يعملوا حاجه. تصفيق على الشباب المنظم دين الزهور. تحيه كبيره كيف الجمعيات. نشوف في الجمعية التونسية للمربين، جمعية الدار الكبيرة والجمعيات الأخرين اللي حاضرين معنا، منهم جمعية الدكتور العلم. لأنه الشباب ينجموا يقدموا وقت اللي ندفعوهم، فيكثر خيرهم يعطيهم الصحة الجمعيات هذوما اللي قاعدين يدفعوا في الشباب نتاعنا. أي سيدي، نبداو في موضوعنا رزق البليك، إيش معناها رزق البليك؟ نعرفوا اللي رزق البليك هو اللي ينتمي لحتى حد، زعما منين جات الكلمة هذه حسب رأيكم؟ البليك. قالت مدام بيبليك، يعطيك الصحة. أصلها قالت مدام بيبليك وبعدين هكا وقعت لها ديفياسيون شوية، بدلوها شوية ولات رزق البليك. والله فما علماء قالوا الكلام هذا، يعطيك الصحة مدام ما شاء الله عليك. فماشي عنيش فكرة أخرى، تفضل. مش نتاعي رزق البليك. ممتاز ممتاز تاع البوبليك. والا فما شكون قال لي تفضل شباب؟ فما شكون يقول ان هي رزق البيت؟ وهي يعطيك الصحه رزق البيت. تصفيق على الشاب، تصفيق على المدام، باش نوليو كيف كيف. دكتور تفضل. هو رزق الدوله الحسينيه العائله المالكه بتونس، كان يتسمى لو بيليك بالسوري، لو بيليك البيت، كان هو تونس كلها ملك، تونس كانت اسمها إيالة، إيالة يعني ملك إنسان بر، اللي هو الباري اللي قاعد على كرسي، والتوانسة الكل تعطيه الضرائب، وهو يصرف كيما يحب، وياكل اللي يحب، وكانوا التوانسة ماهمش مهتمين لأنهمش نتاعهم، كانوا كيفسدوا يقول لهم ما فسدت حتى شيء، أنا فسدت رزق بليك، يعني مش نتاعي. تصفيق على الدكتور؟ قلت كل شيء باش نمشي نروح انا في الامان كهو صاي. شنو خليتوا لي مدام؟ تفضل نكملوا احنا توا. شنو كهو كمل لك؟ اي مدام، اي مدام، مرحبا بك. هي فلوس الشعب. فلوس الشعب يلا. اللي هي كانت السنه الاولى نتاع مسرحيه الميلاد اللي صار دو بريش. يعطيك الصحه شباب. حبيت تقول حاجه قبيله ولا الدكتور؟ تفضل شباب. من عندنا مثل في تونس المشكل يقولوا تبيلكنا. ممتاز تبيلكنا. تصفيق على كلمه تبيلكنا. ماناش باش نتبيلكوا فيها كزمان. برافو يعطيكم الصحة. أنتم تعرفوا اللي ما فما حتى حد يملك المعلومة والناس ما يعرفوش، والدليل الكلام اللي قلتوه أنا مانيش باش نخرج عليه تقريبا بصياغة أخرى باش نعاود نقول نفس الكلام أكثر شوية تفاصيل. هاي سيدي الأصل والمعنى رزق البليك. فما مجموعة من التفسيرات. رزق البليك يطلق على ممتلكات الدولة التي يستبيح البعض العبث بها أو استغلالها كذا كذا. ومن هنا يمكن أن نقول أن هذا المصطلح هو في الأصل اش قال الشاب رزق البي ليك، والتوانسه ما يقولوش البي يقولوا البي، فولات رزق البي ليك رزق البي ليك. اي ان اللي يملك البي الكل كما قال الدكتور هذاك ليك انت لينا نحن. هذا تفسير اول ما هوش التفسير النهائي. التفسير الثاني هو كما قالت استاذتنا بارك الله فيها، فرضيه اخرى تقول ان المصطلح اصله فرنسي بوبليك، والتي تعني ملك عام او ملك عمومي، ملك الناس الكل. هذوما زوز نظريات. والنظرية الثالثة فسرها لنا الدكتور وش ندخلوا فيها في تفاصيل، أنا نتبناها هذا رأينا قام نفض على حد أحد. ومن ناحية أخرى يمكن لهذه الكلمة أن تكون من أصل تركي، وإحنا كانوا يحبوا فينا الأتراك قبل الفرنسيس هكا ولا؟ من 1574 حتى 1881 يحكموا فينا الأتراك، وحتى بعد 1881 تفهموا هما والفرنسيس، والفرنسيس يحكموا بالرسمي وهما هاكم على الفرنسيس، بقاو يحكموا فينا. إذا الحاكم هو البي. اذا الكلمه هذه من اصل تركي، هيك مكتوبه بيليك، وهي تعني في نفس الوقت سلطه البي ومنطقه نفوذه. البيليك هي البلاصه اللي يحكم فيها البي، البلاصه اللي يحكم فيها الامير شنو تسمى؟ اماره. والبلاصه اللي يحكم فيها الملك مملكه، والبلاصه اللي يحكم فيها سلطان سلطنه، والبلاصه اللي يحكم فيها بي بيليك بيليك. هذا في كل الحالات فإن رزق البليك هو كل ما يملكه
كل ما لا يملكه الفرد من ملك عمومي من المرافق الصحية إلى آخره. وهذوما المراجع اللي خذيت منهم المعلومات هذية. نمشي توا هذا الحط في الجانب العربي. نشوفوا في الجانب الفرنساوي دراه اش يقولوا. بيليك إتيمولوجي أصل الكلمة منين جات؟ قال لك كلمة تركية. دو ترك. كلمة بيليك اش معناها؟ سي ان نون كومان سينغولي جاية من التاريخ. الكلمة هذه تعود إلى التاريخ. تعني بروفينس غوفرني بار ان بي. منطقة يحكم فيها البي. نتعداو شفنا عملنا ريشيرش شويه بالانجليزيه شنو يقولوا في كلمه بيلي. هما المناطق لي ريجيون اللي البي يحكم فيهم. Where the bay ruled or which they administered were called بيليك. المناطق اللي كان يحكم فيها البي واللي كان يديرها تتسمى البيليك. تعني اميرات ام اماره باهي. تعني برينسيباليتي تقريبا كما إمارة هكا بلاصة صغيرة عندها من نوع من الاستقلال يحكم فيها شخص معين كما نقولوا موناكو توا. تعرف لي موناكو إمارة في فرنسا ويحكم فيها أميرها وكذا كذا. هذيك برينسيبوتي بالفرنساوية برينسيبوليتي بالإنجليزية إلى آخره. قالنا الشباب هكا الكلمة هذيك واحد نشدوا نبيلكو باهي. وفما كلمة أخرى يقولها التوانسة يقول لك واحد ترك تركو. ما الشباب ما خلطتش عليكم الكلمه دي ماتت في عهدي انا في جيلي انا. واحد يقول لك تركني تركت. هاتوا نرجعوا للمعاني هذوما نتاع واحد تبيلك بعيد الشر عليكم. باهي زعما شنو اسباب نتاع ظاهره رزق البيلي كذا؟ علاش التوانسه يقول لك رزق البيليك تصرف اعمل كيما تحب اضرب خوذ اللي تغنم مبروك عليك. علاش زعما؟ الاصول ترجع الى انه كما قال الدكتور كما قلت انتما انه البي كان قاعد على كرسي كما قال دكتورنا وكان يحكم في البلاد. كيفاش يحكم في البلاد؟ وقت اللي هو تخطر له انه يحب يعمل حكايه وما فماش فلوس يبعث الجماعه يجيبوا الفلوس مع عند التوانسه. والتوانسه شنو ما كانتش معامله كزمان وما كانتش مؤسسات وما كانتش وتله. كان واحد عنده قطعه ارض يمشيوا له في جوان ولا في جويليا ولا في اوت وقت اللي يحصدوا المحاصيل يقولوا له اي سيدي اشتر لسيدي البي يا ولدي هذيك اشتر باش نوكل ولادي كذا كذا اكهو. الاخر عنده شويه رؤوس ابقار واغنام وكذا وكذا اشتر لسيدي البي ولا ربع ولا ثلث هو والنزوه نتاعو شنو ناوي يعمل. شيخ العروسه جديده ولا مرته قالت له شنو يحب يعمل لها ولا كذا صديقهم يحسبوا قداش يلزمهم ويمشيوا ياخذوا من عند الناس. ف شنو صار؟ صاروا انه التوانسه كيف واحد ارضه زوز كتارات 10 كتارات 20 كتار يخدم فيها عام كامل وبعد يجي البي هي ابين توكل ولده ابين تعيش له القبيله وبعد يجي البي ياخذ الشطر هو قطعه الارض هذيك ما عادش تكفيه باش يعيش ولاده. شنو يولي يعمل؟ يا اما يهرب هو. قبل ما يهرب هو البي الناس اللي ما يخلصوش ما يعطيوش شطر الاداءات شطر المحصول للبي ياخذها البي تخلص اشتر سيدي البي والا ياخذها البي ياخذ قطعه الارض وياخذ المواشي وياخذ كذا وياخذ كذا. فواحد وقت اللي البي او حواشي البي او حاميه البي تاخذ له ارضه تم هذاك تبيلك. تبيلك معناها قسمه الكل ارضه الكل ممتلكاته الكل خذها البي. فهمنا كلمه تبيلك توا؟ نفس المعنى كلمه ترك. البي ما هو تركي ولا لا؟ واحد خذوا له الاتراك الرزق نتاعو تركوا باهي. فان شاء الله احنا ديما بعاد على تطريق المسائل الذي تعديت واحنا في تونس الثوره. اي سيدي الاسباب سياسات البيات اجحاف معناها هي تعطيني شطر المحصول نتاعك هي تعطيني اكثر من شطر المحصول نتاعك. ثم استعباد واذا كان الناس ما ينجموش يخلصوا ياخذها البي ويقعدوا الناس يخدموا في الارض نتاعهم جست بكروشهم ابين يوكلهم اكهو. إذا إجحاف استعباد انتزاع وإذا كان ما يحبوش ينتزعوا منهم ويوليوا الناس رحل. وأنتم ما تعرفوا اللي في القرن 19 وحتى القرن 19 تونس ولات كلها قبائل ولات رحل. علاش؟ يجي البي باش ياخذ منهم ممتلكاتهم الأرض ما عادش تجيب حتى شيء يوليوا يهزوا قطعان الجمال نتاعهم ولا قطعان الأبقار ولا غيره ويهربوا. البي جاي لهنا لصفاقس يمشيوا هما سيدي بوزيد البي يشيل سيدي بوزيد والحاميه نتاعو يمشيو هما القاسرين الى اخره. السبب الثاني هو سياسات الدوله الوطنيه اللي 50 سنه خلينا نقولوا ما كانش فيها عداله اجتماعيه.
كانت تونس كلها تخدم على شريط ساحلي، خليني نقول من صفاقس وربما حتى صفاقس مظلومة حتى البنزرت، والباقي كلها مهمشة. ما نستغربوش وقت اللي واحد في سليانة، وانا من سليانة، والا في الشمال الغربي ولا في الوسط الغربي ولا في الجنوب، وقت اللي معناها ما واصلوا حتى شيء من الدولة، كيف يلقى حاجة متاع الدولة يقول هذه رزق لي بليك، هذه متاعي انا ناخذها. وما نستغربوش كيف واحد في حي تضامن، وانا ولد حي تضامن، يجي يلقى محطة متاع كار فيها زوز كراسي، هو ما واصلوا حتى شيء من الدولة، كان التهميش وكان كذا، يهز كرسي من الكراسي ويروح به. فالسبب الاولاني هو سياسة الاجحاف متاع الباي اللي كان ياخذ في كل شيء ما عند الناس، وبالتالي ولا كل شيء ينتمي للباي ولا رزق البليك، واللي الناس يفكوه ويكسروه ويعملوا فيه اللي يحبوا. والسبب الثاني هو سياسة الدولة الوطنية ديرون 50-60 سنة الأولى اللي ما كانش فيها عدالة اجتماعية، وبالتالي وقت اللي واحد ما يوصل حتى شيء من الدولة الوطنية متاعه ببساطة أي حاجة يلقاها ملك الدولة، على الأقل إذا كان ما نجمش يأخذها فإنه يكسرها. السبب الثالث في تقديري أنا هو غياب الوعي. رغم اللي فما سياسات إجحاف في عهد البي هذا أكيد، ورغم اللي في سياسات الدولة الوطنية ما كانش فما عدالة اجتماعية، إلا أنه لو كان جاءوا الناس أكثر وعي نقولوا انه هكا المحطة متاع الكار اللي موجودة في حي تضامن ولا في حي الزهور هي في النهاية ما هيش للوزير وما هيش للرئيس الدولة وما هيش كذا، هذيك اللي انا معناها كيف انكسر انا المحطة اليوم راهو غدوة انا وبابا وامي واختي ما نشفش نلقاو شنو يغطينا على الشمس وعلى المطر. هذا السبب الثالث. اذا فما اسباب موضوعية موجودة وزاد فما اسباب ذاتية اللي هي تهم الانسان، لانه ميسالش هما ما عطاوناش، عطاونا شوية، عطاونا محطة كار وعطاونا كار صفراء وعطاونا شوية بركة نكملوا نحن نكسروهم. وبالتالي هذا هو هذوما الثلاثة أسباب اللي نراهم أنا في أسباب ظهرت رزق البليك. ما ظهر رزق البليك، ما كتبت حتى شيء في ما ظهر رزق البليك. هاي كيفاش توانسة يتعاملوا مع رزق البليك؟ ترى أعطيوني أمثلة. تفضل شباب. صحيح الشارع هو ملك شكون؟ ما هوش ملكي هكا ولا؟ ملك رزق البليك، ملك الناس الكل، ملك الدولة زعما زعما. وبالتالي